السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ضيف أنفاس. ضيف هذه الحلقة هو الأستاذ عبد الإله الفراخ، مستشار جماعي بمدينة الدار البيضاء، وموضوعنا هو الشركات الجهوية متعددة الخدمات. أهلا وسهلا بك سي عبد الإله. شكرا سي يوسف. سي عبد الإله، مؤخرا صوتت مدينة الدار البيضاء كعدد من المدن في مختلف المناطق مختلف الجهات على مشروع إحداث شركة توزيع الدار البيضاء سطات للتوزيع. شنو السياق العام اللي جات فيه هاد الشركات الجهوية متعددة الخدمات؟ شكرا سي يوسف، وكنشكروا أنفاس على الاهتمام ديالها بعد الموضوع، لأنه موضوع عنده أهمية في المجتمع نظرا للقطاع الاستراتيجي اللي غادي يمس. فشكرا لكم على الاهتمام ديالكم بالموضوع مرة أخرى. هو السياق العام ديال هاد لي سيران، هاد الشركات الجهويه متعدده الخدمات، هو جا في اطار واحد القانون 83/21. هاد القانون 83/21 اللي صادق عليه البرلمان في النصف ديال 2023 لهاد السنه، هو اعطى الجماعات المحلية أو لمجموعات، لأن كاين تكتلات ديال المجموعة ديال الجماعات المحلية في إطار مجموعات جماعات ترابية، اللي غيتعطاها هذا المرفق بأن هي اللي كتدبروا. هذا من حقها، لأنه عندها في القانون التنظيمي 113/14 ولا 112/14 عندهم الجماعات المحلية، عندهم هاد الاختصاص هذا، خصوصا القانون التنظيمي 113/14 تعطاهم هاد الصلاحية. إذا غيوقعوا واحد التكتلات جماعية على مستوى جهات الدار البيضاء سطات، تقريبا كاين 161 جماعة. هاد 161 جماعة غادي يديروا واحد التكتل ديالهم، وغادي يعطيونا واحد المجلس كيسميه المجلس ديال المجموعات الجماعات الترابيه، اللي غادي يوافق على المساهمه ديالو في احداث شركه جهويه متعدده الخدمات. اللي عطاو الاسم دار البيضاء سطات للتوزيع. صح. دابا حيت كاين على المستوى الوطني غتكون 12 شركه، لان كاين 12 جهه 12 شركه على مستوى الدار البيضاء، كاين هذا الامر ديال هذاك. غير هو السياق، لانه مهم نعرفوا واش هذا الشيء خصو يكون ما خصوش يكون. انا اللي بغيت نحط هو الدوله من حقها دستوريا بانها، وكذلك على مستوى القوانين اللي خدات، هو غادي نحيي لكم مباشره القانون 39/89 هو اللي اعطى للدوله بان تفكر في تحويل المنشات والمرافق العموميه الى الخواص. اذا هذا القانون كاين، وكان المغفور له الحسن الثاني طيب الله تعالى في الافتتاح ديال البرلمان ديال ابريل 1988 الدورة الربيعية، كان دار هذا الخطاب وخلى خطاب مفتوح للنقاش، وكان عطاه هو الصبغة، قال لهم ممكن هذا الخطاب هذا لأنه ممكن أن يناقش، تعطاه الصلاحية في الكلام ديالو، وبدا النقاش. من ثم بدات الأمور كتبان بأنه مجموعة من الخدمات ديال مجموعة ديال المؤسسات تم تحويلها إلى الخواص. ولا جينا للونو، إلا جينا للمكتب الوطني للكهرباء، كنلقاو في من وراها في 95 تم منح الجرف الاصفر لشركات خاصه. اذا هذا هو كان واحد السياق تاريخي جات فيه هذا. صح. لا غير باش نحاولوا شويه، لان هذه المراحل باش غير نسيبليو على الموضوع ديالنا بالضبط. واش هاد الشركات اللي غيجيو، باش نوضحوا للمشاهد، واش هاد الشركات اللي غيجيو غنوضعوا حد للتدبير المفوض اللي كان بالشكل اللي كان عنده في الشركات الخواص، او انه تدبير اخر غيجي بمساهمه الخواص؟ هذا ما العلم ان القانون تاع 83/21 كيعطي واحد نسبه 90% ديال راس المال ديال هاد الشركات تمتلكوا الخواص.
كيبانش لك بانه هنا كاين واحد شويه تناقض، كيفاش ان واحد الخدمه عموميه غنجيو نعطيوها للقطاع الخاص، وهذا القطاع الخاص هذا يعني بين قوسين يعني عنده منطق ديال الربح، كيفاش تتشوف هذا شو اثرش على الفاتوره؟ القانون 83/21 هو تعطى الصلاحيه لاحداث شركات جهويه بناء على القانون 1795. هذا القانون 1795 مني كتسمعوا ملي كتكون كتهضر في الاقتصاد ولا في التجاره، ملي كتسمع هذا القانون كتقول شركات مساهمه شركات ربحيه، لان القانون ديالها واضح. هذا القانون ديال 1795 كيتكلم على انه تقسيم الارباح، واحد غادي يجي يحط الفلوس ديالو اوتوماتيكمون غيفكر في الربح. ملي كنقول غيفكر في الربح، الا كنت متتبع للشان العام كنقول لامباكت الوقع ديال هاد الناس اللي باغيين يحطوا الفلوس ديالهم يربحوا على المواطن، لانه غادي نتكلموا على السلم الاجتماعي مباشره. اذا هذه اسئله تطرح الان احنا فاهمين. انا نقول لك هذا المثال ديال هما كيتكلموا كيقول لك ملي كتشوف الخرجات الاعلاميه ولا التصريحات الرسميه كيقول لك لا راه المواطن ما غاديش يتمس، ولكن علاش دخل لي القانون وعلاش كاع نشد انا مؤسسه وطنيه نشد ليها انايا نفرتك ندير لها التفكيك نحيد ليها لا برودكسيون نخرجو، لانه هو اللي كانت كتربح منه اصلا وكانت كتخلي واحد التوازن ديال المؤسسه باش المواطن يوصل ليه الضوء بواحد الكلفه اجتماعيه، كنحيد ليها لا برودكسيون كنخلي ليها النقل لو ترونسبور وكنجي لا ديستريبيسيون كنحيدو وكنقول بانه راه غيبقى الامور طبيعيه وبشكل عادي. لا، ملي كندخل القانون وكنحيد انا اللي كان عنده التوازن المالي كان كيخلق كنخلق كندفع في اتجاه هنا. الكلام ديال التصريحات انا كنعتبره ديال التصريحات الرسميه انا كنعتبره بحال واحد المثال ديال الضفدعه. الضفدعه على الاحتياف الماء سخون كتنقز ما قدرش تبقى، ولكن الا شديتي وحطيتيها في الماء بارد كتبقى، ولكن الا حطيتيها فوق العافيه كتبقى كتسخن واحد الوقت كتبغي تنقز ما كتلقاش كتموت. وهذا هو اللي كنقول انا التصريحات هي التصريحات ديال المسؤولين الان بانه راه غتبقى الكلفه الاجتماعيه وكذا هو غير مقبول. لا بد من الحيطه والحذر، وعلى السياسيين يفيقوا ويعرفوا بان راه المواطن راه غياكل العصا. وحنا بدينا كنعيشوا فيها دابا في القانون الماليه، القانون الماليه ديال 2024 كيقول لك هناك الزياده في الماء في الضريبه ديال الماء 1% ياك غتزاد ثلاث سنين كل عام غتزاد نقطه بوان غنجيو للضو غادي نلقاو كنا كنخلصوا 14 غنوليو كنخلصوا 16% 24 18 و20. يعني هذا غير في الضريبه غادي تزاد على المواطن غير في الضريبه بلا ما نهضر على الاستهلاك. انا كنقول الاستهلاك الا بقى هو والثمن عاد باش ملي غندخلوا هذا القانون الشركات الخاصه المواطن غياكل لحظه. سمحتي يا سي عبد الله، دابا تنلاحظوا انه النسخه يعني المسوده تاع المشروع الاول يعني ما كانوش فيه الشركات الخاصه. حاليا تم ضافه الشركات الخاصه ومع امتلاكها 90%. هذا الشيء واش ما كيبانش لك انه ربما هذا المشروع كله جا ولا هاد الشركات غتخدم القطاع الخاص اكثر من انها غتخدم المواطن؟ شوف، هاد الشركات غتخدم راسها، وملي كنقول لك لا المواطن في الدرجة الثانية، اللي أنا كشي كوكال المواطن غنفكروا المواطن علاش غنحيد أنا المكتب الوطني للكهرباء لوني؟ علاش غنحيدها وهي اللي مكلفة بالكلفة الاجتماعية والسنوات، وهي المؤسسة الوحيدة اللي دارت ليكتريفيكاسيون غيغال الآن كنوصلوا بأنه التغطية ديال 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 الضوء في المغرب كامل وصلنا ل 99.8%. ملي كنجي كنقول لك دوار كنلقى فيه 4 ديال الكانونات، 4 ديال الأسر عندهم 4 ديال ومضطرة لوني توصل ليه الضو. وكنجي اليوم كنقول لك انا كنقولوا لا راه لوينو خاسره ولوينو ما كاينش النجاعه الطاقيه وما كاينش وكنبداو نضربوا في الصوره ديالها. لا، كون كانوا كيفكروا المواطن ما غاديش يمشيو لهذه المساله هذه. ولكن حنا تنعرفوا ان المشرع ربما فاش دار هذا القانون هذا كان الهدف ديالو تجاوز الاختلالات ديال التدوير المفوض اللي تعرف في مجموعه من المناطق، تجاوز الاختلالات الوكالات المستقله اللي كانت من بعد اللي كانت قبل من التدبير المفوض، وصل ربما المهندسين ديال هذا المشروع هذا اعطاو بان هذا هو المشروع اللي غيكون ماشي مثالي ولكن ربما هو غيخدم المواطن اكثر. يعني يتناقض من الطرح اللي تقول انت بانه ما غيخدمش. لا، دابا اول حاجه فين هي المقاربه التشاركيه ياك اللي خلاو جميع الفاعلين يعطيوا رايهم في هذا؟
ملي كنجيو للنقاش كنقول لهم هضروا على المستخدمين. نعم الشق الاجتماعي. الشق الاجتماعي ديال المستخدمين. وجاو قالوا لهم جاو حتى الاخر في الماده 16 وكيقولوا لهم غادي يتم بلورات بلورات واحد الاطار مع الشركاء الاجتماعيين من اجل واش هذا هو الحل؟ لا هذا واحد الشق. اما النقابات انا مني غيبدا يخرج لي المواطن ولي عندي انا مشكل ديال السلم الاجتماعي راه ما بقيناش كنهضروا على النقابه. ها الناس ديال التعليم الان ها هو مثال ديال التعليم. صحيح. ها هو اذا فينا هو فينا هي النقابات فينا الضريه مشيو كان خاصو نشرك جميع اي واحد عنده واحد الفكره وعنده واحد الراي في هذا الموضوع نجي نتصنت ليه ماشي هذاك اللي في البرلمان هو اللي غادي يجي. ونعطيك مثال دابا انا غير في هذه النقطه تاع الاشراك انا غير نبقى معك في هذه النقطه. حاليا راه المشرع او وزاره الداخليه اللي جاب من عند هذا المشروع راه مشروع راه رايحته للمجالس المجالس المنتخبه غالبيتها من احزاب سياسيه. يعني الاصل ديال المهام ديالها هو الدفاع عن المواطن. لاش دينا مثلا الدار البيضاء الاغلبيه المسيره فيها حزب استقلال فيها البام فيها الاصاله والمعاصره ياك وكاين احزاب اخرى علاش هادو كلهم ما بانش لهم التخوف اللي بان لك انت هانت السي يوسف دابا كنهضر هنا على القانون ديال 83 21 ديال اللي كيتعلق بالشركات الجويه ما تحطش عند المجالس المنتخبه ما تناقش جانا المجالس المنتخبه لا هو جل ما تحطش هو جل المجالس المنتخبه جل التنفيذ وصوتت عليها لا راه جل التنفيذ راه ما جاش هذا القانون تناقش في البرلمان تناقش وكاين احزاب ودابا الخطير الى جيتي تقرا في الاحزاب السياسيه شكون هو الهيئه السياسيه اللي دارت يوم دراسي ديالها كهيئه سياسيه وجابت هذوك اللي جا الموضوعاتيه وناقشات هذا الامر يعني هو من المفروض هذوك الهيئات السياسيه كيفما كان نوعها كتجي باستثناء حزب واحد لا داعي باش نذكر الاسم ديالو هو اللي جلس وناقش الامر ديالو في الهيئات ديالو وخرج بواحد سميتو وكنظن رفض بانه قال انا ارفض تصويت على هذا الامر لانه عنده وقع سلبي على المواطن بلا ما نذكر انا على الهيئات السياسيه ولكن الهيئات السياسيه الاخرى اللي صوتت سواء صوتت بالامتناع ولا في هذاك واش دارت لجان الموضوعات هي اللي ناقشت الامر هذا الامر هذا هنا كيبان بانه كاين عيوب على مستوى هذا القانون هذا لانه عدم دراسه لان من المفروض كل هيئه سياسيه خصها دير لجنه موضوعاتيه ديال الماء والضوء وتجي وتقول لنا المقترحات ديالها من اجل الاضافه ديالها في هذا المشروع انا مني كنجي نهار الاثنين وكنسمع مسؤولين ديال جماعه الدار البيضاء وكيقول لك هذا المشروع هذه الاتفاقيه اللي غادي نصوتوا عليها في الجلسه الثنائيه اللي كانت نوضحوا هذا كيجي كيقول لك الشركات الجهويه متعدده الاختصاصات راه اشكال يعني ولا مني كنسمع واحد كيتكلم مثلا داخل المجلس ديال جماعه الدار كيقول لك راه الشركات الجهويه للاستثمار واش هادشي كنهضروا على الاستثمار كنهضروا على المرفق ديال الماء والضوء اللي غدبروا الخدمه واش اذا هنا كيبان بانه الناس ما قارينش المشروع جاوا تمايا ما كيبحثوش ما كيقلبوش باستثناء بعض الاقليه اللي راه الاعلام تكلم عنهم ووضح بانهم راه وضحوا انا كنقول هذا الامر فيه حساسيه كبيره على السلم الاجتماعي يجب التفكير بشكل كبير فهذا الامر حتى لا نقع فيما لا يحمد عقبه لانه ما يمكنش المواطن ياك مكتوي بواحد راك شتي دابا شنو كاين في المواد ديال الغذاء ولا في واحد المجموعه ديال سميتو واكل العصا وغادي نزيدو عاوتاني نخليو لهذا الامر هذا انا غير اللي بغيت ناكد عليه هو هذا المسار من اتفقوا على القانون خرج وزارة الداخلية صيفطت للجماعات المحلية المجالس باش يصوتوا على القبول ديال الانضمام لهذا الامر الاحداث ديال الانضمام بعداك هي الاولى عاده باش غادا تدوز لهاد الشركه هاد المجموعه هي اللي غادا تصوت على الاحداث على القبول ديال المساهمه ديالها في هذه الشركه الجهويه المتعدده الخدمات القبول ديال المساهمه والانضمام ديالها الاحداث ديال هذه الشركه يعني ملي كنتكلموا على هادو مباشره غيولي التاسيس ديال الشركه وبالمناسبه هذه الشركه اللي غيكون عندها مجلس اداري ديالها وانا غنهضر لك حتى على التفويض المجلس الاداري ديالها غادي يكون فيه 12 واحد فيه السيد الوالي ديال جهه الدار البيضاء 16 رئيسا غيكون رئيس المجلس ديال الجهه حتى هو غيكون ممثل ممثلين
ممثلان عن مديريه ديال العامه للجامعات الترابيه، وممثل ديال وزاره الاقتصاد والماليه، وممثل ديال وزاره الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه، وممثل ديال المكتب الوطني للكهرباء، اربع ممثلين اللي جايين من هذه المجموعه، منتخبين من خارجين من المجموعه، جايين من هذه المجموعه اربعه اللي غيتموا، زائد عضو مستقل، ولا حد الان عضو مستقل حتى واحد ما عرفوش شكون هو، كيفاش غيتختار، كيفاش غيدار، الله اعلم واش غيكون الخواص، واش غيكون الله اعلم. اذا هذا هو المجلس الاداري ديالها. هذا المجلس الاداري ديالها واش غادي يتم غادي بنفس الطريقه ديال التفويض، لانه من بعد لهاد المجموعات الجامعات الترابيه غادا تفوض لهاد الشركه عن طريق عقد تدبير مفوض لهاد الشركه بانها تجري الماء والضوء ولا سينيسمو السائل، التطهير ديال التطهير السائل، وممكن تعطاها لكليراج بوبليك، يعني الاناره العموميه، انا كيقول لك عند الاقتداء ممكن يمشيو للاناره العموميه. هذا اللي بغيت نتكلم عليه في اطار المجلس الاداري، يعني الهيكل، يعني المجلس الاداري اللي غيكون ديال الشركه، والمساهمات ديالهم كاين الدوله كيتكلموا على 25% ديال الدوله، كيتكلموا على المجموعات الجماعات الترابيه ديال كما قلتي مثال ديال الدار البيضاء سطات، لانه الدار البيضاء سطات هي في الفاز الاولى ديال التنزيل ديال هذا القانون. اربعه كاين جهات، كاين اربعه، كاين الدار البيضاء، كاين الشرق للتوزيع، كاين مراكش للتوزيع، اسفي للتوزيع، وكاين مراكش، وكاين مراكش، وكاين اكادير، كاين ماسه، هادو سوس ماسة. اذا هادو هما اربعه اللي غينطلقوا من بعد في جويه، كاين عاوتاني المرحله الثانيه الفاز الثانيه، والثالثه غيمشي حتى لجويه 2025 للتنزيل ديال هذا القانون، لان المنطقه وفي هاد الفتره هذه شنو نديروا دابا مع الشركات التدبير المفوض اللي كاينه؟ مثلا عندنا نموذج ليديك في الدار، عندنا امانديس، عندنا ريدال، شنو غنديروا في هاد الفتره هذه؟ دابا الا تكلمنا مثلا على المثال ديال الدار البيضاء، المثال ديال الدار البيضاء، التدبير المفوض العقده اللي كتجمع مع ليديك غدا تسالي في 27 31 يوليو 2027. في هاد الفتره نفس الطريقه، لانه شكون اللي كان شاد، شكون اللي كان مقابل ليديك؟ كانت مقابلها جماعه الدار البيضاء. من بعد هذا الملف ديال ليديك تعطى لمؤسسه التعاون ما بين الجماعات، هذه مؤسسه التعاون ما بين الجماعات غتشد هذه المهمه هذه وغتفوضها للشركه الجهويه اللي سيريم اللي غادي ديال الدار البيضاء سطات، غادي تعطيها هذيك المهمه. غادا تبقى لا كونفونسيون كما دار مع المؤسسه التعاون، غتم غادا الاتفاقيه، غير هي المراقبه، لان القانون كيخول لهذه الشركه بانها تقوم بعمليه تتبع. بلغه اخرى ممكن هيك الكوميتي دو سويفي اللي كانت عند جماعه الدار البيضاء، من بعد مشات عند المؤسسه التعاون، غتبقى عند الشركه المده بما يسالي، غتبقى كتراقب هذا الامر. على هذا الموضوع ديال ليديك غنرجع لك ديك النقطه ديال اتفاقيه الملائمه اللي كانت وقعت امام الملك وما تمش تفعيلها لحد الساعه، ما تمش تفعيلها، شنو لا دابا هذيك ديال واش غنبقاو نتحدثوا عليها مستقبلا؟ لا لا سيفيني، صافي لا لا سيفيني، هذيك صافي، هذيك الاتفاقيه دارت في واحد الوقت، دارت جابوها توقعات قدام سيدنا، خرجت الوجود، دخلت ليديك، لان السؤال علاش نعطيو ليديك ياك، واش طرح السؤال في هذاك الوقت بانه هذيك المهمه ديال الملائمه، يعني لارمونيزاسيون ما بين الماء والضوء، واش ممكن نعطيو السؤال، واش طرحوه على لونو؟ ممكن لونو دير تقول لهم انا ندير هذه المهمه، سيرتو كان لوني، كاين الماء والضوء، لانه كان القانون 4009 راه توقعت امام الملك، يعني هذه الاسئله راه خص يكون جواب، يعني والدليل على ان كان فيها اشكال ديال التنزيل ديالها، وراك شتي العمال والموظفين ديال لونو خرجوا عبروا بانهم كيرفضوا. نعم. كيرفضوا بانه التراك سميتو بعدم اشراك للشركاء الاجتماعي اللي كيمثلوهم، عدم اشراك الهيئات لونو كمؤسسه، لانه كون طرح، يعني هذا في واحد النقاش سياسي كان طرحت، قلت لهم واش طرحتوا هذا السؤال على المدير العام ديال المكتب الوطني، قلتوا ليه واش ممكن انتم كديروا ليكليراج، كديروا مثلا الضوء ليكتريسيتي، واش ممكن تقوموا بمهمه ديال الماء؟ كانوا يطرحوها عليه ويسولوا، اما ماشي كنجيو حتى كنسمع، كيقول لك جابوا لي الاتفاقيه، قالوا لي اعطينا رايك ديالك، فهذيك لو مومون مشاو بالزربه واحد لا رابيديتي واحد السرعه ودوزوا، وهي ما دازتش. الان هذيك الاتفاقيه بما انها ما مشاتش في هذاك الوقت، الان دازوا لمرحله اخرى، هي مرحله القانون، دابا جابوا قانون
هذا القانون دابا صافي صافي دابا مشى دابا مع الكلارمونيزاسيون تحطات، ولكن القوة ديال هذاك التنزيل ديالها الان غيمشي عن طريق هذا القانون جميل. القانون 83/21. سي عبد الله كسؤال اخير، هو الشق الاجتماعي في هذا الشيء كله، اييه هاد الشركات هادو شنو هي الضمانات اللي غتبقى للمستخدمين، واش غيتم الحفاظ على الحقوق ديالهم على مكتسباتهم اللي كانوا كيكتسبوها؟ هذا معلم انه كاع المستخدمين اللي كان عند المكتب الوطني غيمشيو لهاد الشركات هادو حسب تواجدهم الترابي حسب كذا، يعني هاد الشق الاجتماعي واش تم مراعاته؟ واش تم مع العلم ان القانون واضح في الفصل الاخر ديالو راه كيقول انا غير لابد ان اسطر في هذه المداخله هذه لانه هذا شق نقابي، ولكن انا ما غنتكلمش كنقابي ولا، ولكن نتكلم من باب قراءتي للقانون كمهتم بهذا صح باش حتى تكون تكون الوضوح في كل شيء. الماده 16 من هذا القانون 83، القانون 83/21، الماده 16 كتقول بانه جميع الحقوق وحتى حتى الاتفاقيات الاطار اللي خرجت ما بين، يعني دابا خرجوا بعض هذاك سميتو وتابع بانه حتى اللي باقا ما خرجت تقريبا راه كوبي كولي، يعني راه هذاك اللي توقع مع ليديك هو اللي غيتوقع نفسه، هو اللي غيتوقع مع لونو، هو اللي غيتوقع مع لونيم، يعني ثلاثه ومع ماشي ليديك ولكن لي ريجي يعني الوكالات نفسه، باستثناء بعض التعديلات مثلا بحال دابا مثلا في الماده اللي مع عندها علاقه بالتقاعد واللي عندها سميتو كاين الناس مثلا في لوانو ما كنلقاوش الناس عندهم لا سينيسيس ولكن الاخرين عندهم، هنا كاين واحد كاين صغير شي حاجه قليله، ولكن اللي مسطر في لي كونطرا كاملين في الاتفاقيه الاطار كيقول لك بانهم غادي يحترموا ما كان مسطرا في القانون الاساسي اللي كاين اللي جات به المؤسسات، هذا جيد ولكن جيد يعني مزيانه ولكن واش غيبقى مستمر ولا غيديروا لنا قضيه الضفدعه اللي حطوها في الماء فهمتيني بالسخونيه باش تحس واك الساعه ما عندها فين تنقض فهمتيني نعم. هذا انا دابا يعني كان هنا كنستغل هذا المنبر بانه لا بده من الحيطه والحذر حتى لا نقع في واحد النهار بانه المكتسبات ديال العمال والحقوق ديالهم ولات في مواجهه مباشره مع 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 الشركات مع هذه الشركات الجهويه اولا مع من سيفوضونه في هذا الباب هذا، لان ممكن الشريك تجي ويقول لك مثلا هذه الشركه شدات هذا لاطاش ديال الماء عطاته لواحد واحد الهيئه المتخصصه في المجال، وماشي غير هكاك لان حتى هذا القانون كيخول، يعني كما كنقول لك راه كاين الدوله داخله في المساهمات هذه مهمه، الدوله داخله ب 25%، المجموعات الترابيه ولا الجماعات الترابيه داخله ب 40%، المكتب الوطني ب 25 والجهه ب 10، غدا ولا بعد غدا باش غنوصلوا ديك النسبه تاع 90%، مني غنتموا غاديين واحد النهار غادي نلقاو بانه راه المساهمين الخواص لان تعطاهم الحق بانهم يدخلوا في المادة 3 كيلو يمكن للشركة فتح رأس مالها للقطاع الخاص على ألا تقل في جميع الأحوال مساهمة الدولة ب 10%، يعني راه ممكن غيمشيو ل 90% شادها الخواص ويخليو هذاك هذاك المستخدم مباشرة مع الخواص غيطحنوه، يعني الخواص غيطحن أنه مستقبل السلم الاجتماعي داخل هذه الشركات مبهم هكشي علاش كنطالب أنا بالحيطة والحذر وخص اليقظة. سي عبد الله الفراخ مستشار جماعي مدينة الدار البيضاء، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا على تتبعكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.